سفارات المعرفة هي مشروع بدأه المدير المؤسس إسماعيل سراج الدين، ونحن نستكمل المشروع. عندنا الآن 20 سفارة معرفة، بحيث تستطيع 20 جامعة في 20 محافظة أن تتابع ما يجري في مكتبة الإسكندرية لحظة بلحظة وكأنما هم في المكتبة. هذا إنجاز ضخم تضافرت فيه التكنولوجيا مع العقول الذكية من أجل أن نحدث فروع دون أن يكون هناك انتقال لموظفين أو عمال، إنما الشاشات مفتوحة، البرامج متاحة، الحوار متصل من أقصى الصعيد إلى الشمال. هذا إنجاز كبير سفارات المعرفة، وأنا الآن سعيد في وجودي مع الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس في افتتاح مقر سفارة المعرفة في هذه الجامعة العريقة. نتمنى التوفيق للجميع. شكرا.